السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. هذه حلقة جديدة من برنامج جولة مراسل التي تأتيكم من الموصل. جولتنا لهذا اليوم داخل معرض للفنون التطبيقية. ومن لا يعلم الفنون التطبيقية فهي أشبه بالرسم لكن على الزجاج وعلى المواد الصلبة. هذا المعرض قد يعد الأول في الموصل منذ سنوات وقيمة داخل جامعة الموصل، هذه الجامعة التي لطالما تهتم بالأعمال الفنية كالرسم والنحت وما شابه ذلك، وتزامنا مع عيد الحب الذي لم يمضي سوى عدة أيام على مروره. كل عام وأنتم بحب، كل عام وأنتم بخير. من كادر التغيير في نينوى نرسل إليكم الأماني والتهاني. سنلتقي بعدد من المشاركين في هذا المعرض ونتحدث عن سبب اهتمامهم بهذا الفن تحديدا، وسنلتقي أيضا برئيس جامعة الموصل الذي صادف وجوده في المعرض مع ساعات تصويرنا لهذه الجولة لنستمع له عن اهتمام الجامعة بهذه الفنون التي قد تعد مصدر رزق أبناء هذه المدينة للموهوبين والفنانين والمبدعين. الدكتور قصي الأحمدي رئيس جامعة الموصل، كل التحايا لك في برنامج جولة مراسل وعدسة التغيير. الفنون التطبيقية، هل تهتم الجامعة بهذه الفنون؟ نعم، الحقيقة الجامعة ترفع شعار شباب اليوم قادة المستقبل، القادة في تخصصات مختلفة منها التخصصات الفنية. اليوم لدينا معرض لنتاجات شباب طلبة في جامعة الموصل. المعرض حقيقة كما طلعتم عليه جميل للغاية، الأعمال جميلة وتنبئ بوجود موهبة ربما سيكون لها شأن إن شاء الله في المستقبل. الجميل في الأمر أن معظم هؤلاء الطلبة ليسوا خريجي كلية الفنون أو دارسي كلية الفنون، هم من كليات مختلفة، من كلية الهندسة، كلية علوم الحاسوب والرياضيات، كلية التربية الصرفة، كلية الإدارة والاقتصاد، شباب من كليات وشابات من كليات مختلفة، إلا أن لديهم رغبات فنية. الجامعة ومن خلال قسم النشاطات الطلابية تحتضن هذه المواهب وتدربها وتصقلها. تكلمنا قبل قليل مع المشرفين على هؤلاء الطلبة، استمروا بدورات إلى الساعة 5 و6 عصرا لتدريب هؤلاء الطلبة على صقل هذه الموهبة، والنتيجة الآن أمامكم جميلة للغاية. طيب دكتور، الموصل ما قبل 2014 وما بعد 2017، في السنوات الماضية وأنت عشت هذه الفترة في نينوى، لماذا لم يكن مثل هذه المواهب، لم يكن مثل هذه المعارض بهذه القوة ما قبل 2014 في الفترة ما بعد الاحتلال والأوضاع التي عاشتها الموصل بصورة خاصة؟ بالتأكيد الوضع الأمني كان له تأثيرا سيئا جدا على الجامعة وعلى كل مفاصل الحياة في المدينة. أيضا التوجه، نحن شعابنا شباب اليوم قادة المستقبل، نعمل حثيثا على هذا الموضوع. القائد ليس شرطا أن يكون قائدا عسكريا أو قائدا في موقع معين، القائد هو شعور داخلي، مواطن بسيط لأنه قائد في داخله. هذا ما نرغب أن ننميه في طلبتنا، طلبة جامعة الموصل، وهذه التنمية وهذه هذا الشعور بالقيادة ينشأ من صقل هذه المواهب وإظهارها وتطويرها، وإن شاء الله سيكون لهم شأن كبير لهذه المدينة وهذا البلد. بسؤال أخير، نحن نعلم اليوم مشكلة الخريجين وعدم وجود الدرجات الوظيفية وإلى آخره، هل تعتقد أن مثل هذه المواهب ستفتح لهم آفاق رزق ومستقبل مادي نوعا ما؟ نعم، سؤال جيد حقيقة، لأنه هذا السؤال أنا طرحته قبل قليل. هل هذه الأعمال الفنية من الممكن أن تكون كبزنس، كعمل تجاري قابل للربح؟ كانت الإجابة من المختصين نعم. هناك العديد من المحلات، خصوصا محلات الأنتيكات، تبحث عن هذه اللوحات وهذه المواهب وتبيعها بأسعار معقولة. نعم، شكرا جزيلا دكتور. أهلا وسهلا بك. مستمرين مشاهدينا الكرام في هذه الجولة من معرض الفنون التطبيقية، الرسم بالزجاج وما شابه ذلك، آفاق عديدة قد تفتح لطلبة باختصاصات مختلفة، خريجون من الهندسة، خريجون من الرياضيات، خريجون من الكيمياء، لكن أناملهم
ترسم الإبداع بهذه اللوحات الفنية التي رسمت بالزجاج، وخصوصا أن المدينة فتحت آفاقا ما بعد تحريرها واختلطت بمجتمعات مختلفة، فبدأ الاهتمام بمثل هذه الفنون الذي كان غائبا ما قبل عام 2014 عندما كانت المدينة منغلقة على نفسها بسبب الوضع الأمني كما تحدث رئيس الجامعة. وهذا الوضع لم يكن يخفى على أحد، فقد كانت سطوة الإرهاب تحول دون بروز هذه المواهب. مستمرين بهذه الجولة، وسأترك العدسة الآن تلتقط بعض اللقطات لهذه اللوحات الجميلة، ابقوا. مستمرين بهذه الجولة داخل معرض الفنون التطبيقية، وهنا أيضا بعض الأعمال اليدوية لطالبات من الجامعة، وكما تحدثت ليسوا من خريجي كلية الفنون أو معهد الفنون، إنما من اختصاصات مختلفة. سنلتقي ببعضهن ونستمع لهن عن غايتهن من إنتاج هذه الأعمال وما الذي يريدنا الوصول إليه. كل التحايا لك. الاسم غريبة. أي كلية؟ تربية بنات، قسم التربية الرياضية البدنية. طيب الأعمال اللي قدمتيها الغاية منها هل هي هواية، هل هي البحث أنه تكون في المستقبل كمصدر رزق مثلا لأعمال يدوية تباع أو ما شابه ذلك؟ كهواية، يعني عندي هواية من يعني أنا وصغير، يعني مارستها لي حد الآن، يعني كم هواية أكثر شيء، يعني فقط كهواية استخدمتها. نعم. هاي الأعمال اللي أنتجتها؟ نعم، هذولي اللي عندي، خشب من الخشب، وعندي هاي من الإسمنت، وعندي من الخشب، وعندي قطع قماش مع الإسمنت، هذول. كم سنة تقريبا صار مارسين الهواية؟ تقريبا يعني 4-5 سنوات، يعني أكثر شيء يعني كثرت بها السنوات الأخيرة اللي كثرت بها. شكرا جزيلا. مستمرين معكم مشاهدين الكرام، ومن أجل ننتقل إلى مشاركة أخرى. الرسم على الزجاج وعلى الأواني بمختلف أشكالها، سواء الصحون أو الأكواب أو الأواني الأسطوانية والمربعة، هذه أيضا رسمة كاملة. الاسم؟ أثمار. أثمار، منذ متى ترسمين على الزجاج؟ 5 سنوات. يعني هي هواية، موهبة، غاية؟ والله يعني شو فن وابتعت بينه واستمريت عليه. أحد يطلب هاي الرسمات من الزجاج، يعني من أصدقاء، من أقارب، أحد يطلبها أنه بغاية بيعها؟ لا لا، بس يعني كشوني خلوها يما مشكلة الذكرى أو شيء يعتزون بينه من عندي. أكثر شيء مميز رسمتي؟ مع العبارة، بس يعني في 1/4 نعرضه معرض الوقت مال العبارة من وقعت. يعني رسمتي حادثة العبارة؟ ايه. الغاية من هاي الرسمة؟ انه يعني الموقف شلون صار من العبارة والأهالي وحتى الأطفال، من هي أم ووالدتهم على الشط، من ماتوا كلتهم بالعبارة على البحر. طيب كل التوفيق لك. تسلم. مستمرين مشاهدينا الكرام، أيضا رسم في زجاج فيه رسائل عن حوادث مؤلمة عاشتها الموصل، مثل حادثة العبارة التي راح ضحيتها الآلاف من أبناء هذه المدينة. هذه لوحة أو رسمة لا أعلم، سأتحدث مع صاحبتها ليعلم ما هي. كل التحايا. الاسم؟ سهير. سهير، حدثيني عنها. هاي بقايا كرتون من الأعمال اللي أشتغل فيها، تبقى فأسوي منها فد لوحة مثل هاي كرتون وألزقه وأرجع أصبغه بالألوان مال الكرتون، مو مثل يصير مال الزجاج، الزجاج يصير كشوية يعني تغير بيها بمادة مختلفة. أي طبعا. هي هواية هاي؟ أي طبعا. أي أحد هاي شغلة 3 سنوات تقريبا. هذه أيضا لك. طبعا مشاهدينا الكرام، مستمرين
أقل من فتاة إلى أخرى، 6 أو 7 فتيات مشاركات في هذا المرض. هذه بجعات وعوزات لكنها لا تستطيع السباحة، إنما توضع داخل المنازل. وصلنا إلى آخر فتاتين مشاركتين في هذا المعرض، سنلتقي بهن ونكمل الجولة لكي تلتقط عدستنا ما رسمته الأنامل في هذا المعرض. كل التحايا لك الاسم. يا أهلا وسهلا، أنا من أسعد، طالب كلية تربية البنات قسم تربية بدنية وعلوم رياضة. آمنة من أعمالك؟ نعم. منذ متى؟ والله من فترة طويلة يعني، وخصوصا السفتة كورونا والحجر، يعني الجلوس بالبيت أعطانا وقت أنه نملي وقت فراغنا بهاي الأعمال اليدوية اللي تتكون من مواد بسيطة يعني موجودة بالبيت. يعني خرجت بهذه الأفكار. استغليت فترة الحجر؟ المادة تتكون مواد بسيطة موجودة بالبيت متوفرة، خشب، طبقة مال بيض مع غري، وكونت هذا الجزء من جوا، والفوق هاي الأوتار عبارة عن خيوط مال السمك. الفترة اللي استغرقها هذا العمل؟ والله يعني ما استغرق هذا كثير، تقريبا أسبوع يعني، كل عمل تقريبا أسبوع، لأن حسب تعرف وقت الفراغ عندنا يعني كان كثير وما كنت تعرف لا طلع على فوتي، فاستغليناها أنه نعمل هاي الأعمال اليدوية. كل التحايا لك ونتمنى لك التوفيق. مستمرين مشاهدينا الكرام، استغلال أوقات الفراغ وأوقات التواجد في الحجر الصحي أنتج هذا الإبداع وهذه الأعمال اليدوية. وصلنا إلى النهاية، وهذه أيضا بعض الأعمال مع آخر فتاة مشاركة في هذا المعرض. الاسم؟ إسراء. إسراء. إسراء، طبيعة المواد اللي صنعت منها؟ أغلبها يعني هي طبقة البيض، الفلين، الأصباغ، يعني أي شغلات نعملها إعادة تدوير نستغلها. من زمان الهواية؟ بصراحة أنا هنوكة شغلي هاي مع الدنابيز، إنه إعادة تدوير كنا عملتوا له علبة وحط بيها سفنج ودنابيز والتغليف ألوان يعني نعمل. أهم شغلة مفيدة تكون وحلوة بنفس الوقت، هوني شغل الطالبة معاي هذه. وأنا هم عندي موهبة بس ما اشتغلت كثير هالمرة، جبت بس هاي قطعتين يعني. هواية؟ هي هواية أكيد يعني، طبعاً استغليناها أكثر شيء بوقت كورونا يعني، أنتجنا يعني الطاقات اللي عندنا نميناها واشتغلنا وعملنا فيها. طيب كل التوفيق لك. شكراً. بعكس الشباب، بينما يستغل الشباب على أوقات الفراغ في العديد من الأمور، استغلنا الفتيات وقت التواجد في المنزل من أجل إنتاج مثل هذه الأعمال. لنا لقاء أخير قبل أن نترك العدسة نتجول في المعرض. كل التحايا لك. من القائمين على المعرض؟ دكتورة زينب مصطفى، أنا مسؤول شعبة النشاطات الطلابية بكلية التربية بنات، مسؤولة على طبعا القسم هنا، طالباتنا من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة قدموا بعض الأعمال الفنية. الحقيقة احنا بعد عندنا أكثر بس كان الوقت قصير جدا، إن شاء الله بالمستقبل نقدم الأجمل بعد لطالباتنا. أكو اهتمام للفتيات بهذا الأمر؟ كثير، أنا عندي ما شاء الله كم هائل من الطالبات الفنانات، يعني إن شاء الله راح يقام معرض رسم، راح يشوفون يعني لوحات جميلة لهم، أعمال أخرى من غير الأكوات، نشاطات كثيرة يعني غير هاي الأعمال. ممكن نقول أن هذا المعرض كان خجول نوعا ما بسبب ضيق الوقت؟ مسألة خجول، هو بسبب الجائحة اللي جت علينا مرة أخرى، فشوية يعني بعض الطالبات كانوا يتخوفون يجون أو غيرها يعني، بس لا هو الوقت ما خجول لا. أنا من باب الاستفزاز ذكرت هذه المفردة. المعرض جميل جدا وفيه مادة فنية عظيمة ورائعة رسمت بأنامل وذوق. أتمنى لكم التوفيق. هاي نتيجة دورات. نتيجة دورات. هاي دورات، نتيجة دورات قاموا بها جماعة النشاطات الفنية، وما شاء الله يعني نتاجات رائعة، أنا نفسي مبهورة بها والله. الجامعة أيضا تنمي مواهب الفتيات، هذه الأعمال نتيجة دورات علمت فيها الفتيات من المشاركات في الدورة؟ لا، أنا مسؤولة الشعب الفنية. مسؤولة الشعب الفنية. كم استغرق الوقت لتعليم الفتيات؟ والله تقريبا طلاب وطالبات، الدورة تقريبا يعني طولت شهر،
تم تعليمهم على الرسم على الزجاج والحفر على الزجاج أيضا. نسميها هذه الدورة هي دورة الفنون التطبيقية لطلبة جامعة الموصل، وهذه نتاجات العتشفوية كلها نتاجات طلبة بكافة الكليات. هم عندهم هواية وعندهم إبداع ولكن مخزون، فحبينا نحن نخرج هذه الإبداعات بأناملهم. نعم، وعتشفون هاي النتائج، يعني ما شاء الله نتائج كلش رائعة جدا، وإحنا طبعا مبهورين بهذه النتائج والحمد لله والشكر. إن شاء الله أكو دورات أخرى، وعن قيمة حاليا أكو دورة مفتوحة عندنا من خياطة والتفصيل، هم طالبات عيجون على مع الخياطة والتفصيل في مشغل الخياطة، وإن شاء الله نحن مستمرين على هذا المنوال بإقامة الكثير من الدورات التي تنمي مواهب الطالبات والطلبة ليكون لهم رصيد من الأعمال التي من الأعمال والإبداعات الفنية التي هي مخزون مكمون في داخلهم. نتمنى لكم كل التوفيق على هذه المبادرة الطيبة. و من قسم شعبة النشاطات الفنية قسم النشاطات الطلابية جامعة الموصل. بالتوفيق ست فاتن. مشاهدينا الكرام مستمرين بهذه الجولة وهذه الأعمال، هذه أعمال أقيمت بعد دورة بسيطة لمدة شهر واحد فقط، بحثوا عن بعض المواهب وحققوا منها شيئا جميل. من الممكن استغلال هذه اللوحات تزيين المنازل، من الممكن أن تباع في المحال في محال بيع الأنتيكات وتصبح مصادر رزق إذا نميت، خصوصا أننا في وضع أصبح فيه التعيين على القطاع العام وعلى ملكات الدولة أشبه بالحلم لدى الخريجين والخريجات. وصلنا إلى النهاية مشاهدينا الكرام، كل التحايا لكم مني أنا محمود الجماس في التقديم، وكالعادة ليث محمد في التصوير. سأترككم مع هذه اللوحات وهذه اللقطات من معرض الفنون التطبيقية داخل جامعة الموصل لطلبة ليسوا من خريجي كليات الفنون الجميلة أو المعاهد المختصة بذلك. دمتم بخير وعلى المحبة، نلتقي إلى اللقاء.